بس حاجة عظمة يعني من الآخر والله. لا يعني أنت شايف مصر كلها، شايف مش طبعا مفيش حاجة اسمها مصر كلها، شايف عليه يعني على مرمى البصر، شايف لغاية الآخر لغاية كده المعادي يعني. وليها وقت محدد بعد كده ولا تقعد براحتك؟ لغايه لما تزهق. ايه؟ لغايه لما تزهق براحتك. اه وفي تحت مطعم، في عايز تشرب حاجه كده مطعم يا عم، اقل حاجه اسال اول حاجه اسال قول المطعم مثلا بكام، عايز اشرب حاجه سعرها كام، عجبك اشرب ما عجبكش ما تشربش، ما فيش حد يضربها في الدنيا يعني. انت حر اسال وعشان ما تتحرمش من حاجه ممكن تبقى رخيصه وانت ما خدتش بالك. اول حاجه لازم تسال اصلا. دول اجانب اللي معانا زمان في شركه، كنا اصلا احنا في شركه واحده في دوله الوداد دي يزورونا يعني فرع شركه تاني احنا متخصصين والله ما عارف خالص. نيجيريا 1-0. دي اجنبيه؟ مصريه ولا من مكان متكلم عربي؟ فين عمار نجيب سويرس؟ بقول لك تبين من الدنيا. خلاص مش هم معاه انا هنشوف ده انا ليه مستنى شغال فيها.